صباح الخير. طبعا يوم جديد في الجامعة اوفيشلي بدينا نشتغل على رسالة الماجستير مالتي. شعور اغرب منه ما في العادة، واصلة متأخرة ورايحة متأخرة. يلا صباح الخير. كل ازعاج من الباصات لا يجون من الصوت شوي. وبلاس مهب صباح الخير. عدينا الجامعة فاضية بس لأن يوم الجمعة ما حد يجي الجامعة. شو أخباركم؟ يعني مشتاقة 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 أسولف وياكم، بس والله الفترة صايرة يعني حتى في الجامعة ما عندي وقت. اليوم ما أدري شو اللي طاع على رأسي ولبست كعب نفس آخر مرة. يا جماعة اللي قبله كنت مرتاحة لابسها سبورت شوز. يا الله الهم يا بينا العمارنا. جاية من البيت عطشانة، تخيلوا بموت من العطش. فمرة أخذ لي ماي، وقلت لكم قبل بدينا في ثيسز اللهم لك الحمد. عندي كم شغلة في اللاب. البنات عندهم يا تشالنج اكزام، حاطين لهم باصات يشلونهم من البوابة على طول. تدرون يا جماعة اني من زمان ما نشيت الصبح، الحين الساعة 9 انا نشيت الساعة 7. من زمان ما نشيت الصبح. طبعا المفروض من 5 دقايق انا في اللاب، بس كالعادة متأخرة. والله ما كان عندي هالطبع اني اتاخر، بس ما اعرف ايش صاير في الدنيا. والله ما عليه، هندساني انا ما تعديت يعني وايد وقت. اخذت لي ماي. يا ربي محلات المكان. صدينا الجامعة طاقة ايجابية، طاقة ايجابية صح، بس شي كجامعة ربع كذكريات حلوة. مش حق دراسة، يا اني مليت من الدراسة. والله العظيم والله العظيم صح، انا في نعمة اللهم لك الحمد، بس اني مليت جد ملانة. اخذ لكم توفى تجهز دام كل التيم طلع. طبعا هذا المأساة ترى مسوينها السامبلز حق تراب، وبنشتغل على المشينز هناك والشيكينج. خلصت الحمد لله، انا خلصت توني تبغى. انا خلصت اكثر حد يختصر الوقت نحن. 20 سامبل يصير لهم فلتريشن في نفس الوقت. بعد فديك وخلصنا شغل حق هالأسبوع وطالعين. قاعد يشتغل. أحلى وقت في السنة يوم هاي شي تصير بنفسجية. وايد أحب المكان. القعدة اللي هني ما أعرف إيش صار فيها. سكوتر ناقضات عليه شيار. يعني يعانى بس شو آكل. وعندنا عزيمة اليوم فما أريد غدا او اكل شيء يردني على الغدا. الحين الساعة 11 دقيقة بس عندي اتصال، وانا ارمس في التلفون جيت هني. ما ادري ان شاء الله حاطني هي شو ذا الصوت. ما ادري شو اكل. اساي بس اذا كلت اساي راح اشبع. ناخذ توستي. يوم الجمعة ينظفون. اليوم ما طلعت عليكم جدا، شغلت مرة دانكن خذيت لك قهوة و للحين متأخرة دقيقتين على كلاسي. للحين دقيقتين عاد الله أعلم كم بتأخر، بس في انذار ما اش طاير ذا حريق.
خليني اشرب قهوتي قبل اوصل كلاس. اكره شيء عندي في الدنيا ان حد متاخر يدش ماسك قهوه، فهمتوا الحركه؟ فخليني اشرب قهوتي بسرعه. شخباركم اليوم؟ كان صراحه يوم حافل، جدا حافل. شو سويت؟ سويت برزنتيشن الحمد لله، خلصت ماده، تخيلوا. ما يخصكم في الدراسه، بس ايش اسوي، لازم اتشيك لكم شوي. لابسه شوز جديد، وتعرفون الشوز الجديد اللي رصع الصبوع يكون ضيق شوي من قدام، شوي مضايقني. الحمد لله ما يعور يعور هذاك الالم، بس انا شوي ضايق. او انا وانطم الموضوع، الموضوع من موضوع لموضوع. يا ربي الله يعينكم علي ويعيني على نفسي. مرات تدرون يوم اسوي ادت اقول شو هالخربطان اللي تخربطينه، شو الفكره تبين توصلينها، ايش صاير، ايش ما صاير، محلات شو اسمه جهنميه. تشوفون المبنى كيف ويرد، درى يبين واضح في الليل قريب. الله الجامعه فاضيه، انا اخر وحده تطلع، غيوم وبس. احس اني بصور لكم فلوقات زياده، بس المشكله اني انسى اصور. ادري ان هذا مش عذر اني يوتيوبر. غريب شيء ما اقول يوتيوبر. كانت الاحظ شيء، كل ما كبرت كل ما قصرت اقدر الهدوء. يعني انا قبل حياتي ابدا مش هاديه، الحين مش ذاك الهداوه، لكني بعدني يعني اصنف حياتنا هاديه بالنسبه لقبل. او ماي جاد، قبل حتى ما عندي وقت اقعد بروحي، بس صرت احس اني انا مش بخير. از لونج از اني انا مش قاعده بروحي، مش قاعده اخذ وقتي، كان دائما في رؤية احوط عند ربعي، داخله طالعه. في نهايه هذا الفلوق لا تنسون تحطوا لي لايك وتكتبوا لي شيء في الكومنتات. احبكم وايد، اشوفكم في الفلوقات الجايه. باي باي.